طيب هنبدأ كده بسم الله. الأونيتيست الوحدة الجديدة اللي هي عنوانها بونجور سافا نوغي فولا، صباح الخير هل أنت بخير، ها نحن من جديد، إحنا جينا تاني. الشخصيات اللي معانا في البوكلت بتاعنا. طيب الوحدة دي هتكون أورال، هتكون أليغ للقراءة فقط. عايزين نشوف برضو فيها المصطلحات اللي فيها ونشوف الأفعال اللي فيها، لأن قصة الأفعال يا محمد الفيرب كده كده مستمرة معانا في أي وحدة وفي أي منهج، إن إحنا دايماً عينينا على الفيرب، عيني على الفيرب في الجملة لأنه هو اللي بيحدد لي الأدوات. يعني مثلاً لو أنا جيت كده بصيت الأول على الجزء ده، الصفحة دي، أهو الصفحة دي هي اللي فيها التكست اللي فيه كل المعلومات بتاعة الأونيتيست. هنا عندي الشخصية دي غطافيا بتقول ايه؟ سالو جو مابيل غاتافيا اي توا، مرحبا هاي. خلي بالك الكلمه دي طبعا بتتقال بين مين؟ بين الاصدقاء فقط. يعني انا اقولها لصديقتي اللي قدي، اقولها لمثلا ممكن اقولها لاختي، لكن ما ينفعش ان انا اقولها لحد اكبر مني. سالو جو مابيل غاتافيا اي توا، مرحبا انا اسمي غاتافيا وانت او انتي. هنشوف مين اللي هيرد رد هنا. اليكس، اليكس قال بونجور موا سي اليكس، صباح الخير انا اسمي اليكس. تمام، بيعرف نفسه انا بكون اليكس. غاتافيا سالته سؤال تاني، قالت له تياكي لاج، تياكي لاج. ها قول لي يا محمد يعني ايه تياكي لاج؟ ايه كيلوج؟ زي كيلاجتي، هي نفس الفكرة. يعني ايه السؤال ده؟ يعني كم عمر؟ بالظبط كده، برافو، شكرا يا محمد. كم عمرك؟ تويا كيلاج، هي كيلاجتي، بس بنعمل تقديم وتأخير كده ساعات بين السؤال وبين ترتيب الكلمات اللي فيه. أليكس قال لها ويتا، ويتا يعني عندي 8 سنوات. تمام، طيب غطافيا سألته سؤال تاني، قالت له ما أوسي مي اولسو، وانا ايضا جويتا، يعني لما قال لها انا عندي 8 سنين قالت له وانا كمان عندي 8 سنين. موا اوسي جويتا، سا سي بيستول، انه يكون بيستول. يا ترى مين بيستول ده؟ منغا، يا نهار ابيض، بتقول الفار بتاعي يا مامي، انا بخاف. يبقى هنا موا اوسي انا ايضا عندي 8 سنوات، زي مين؟ زي اليكس. وبعدين عرفته قالت له انه يكون فيستيل، فيستيل ده مين؟ مونغا، الفار بتاعي. تيم لغا، تيم لغا، الله، ده انا عندي هنا برضو فيرب ايمي جاي بعده ادوات معرفه. اه صح، احنا كنا بناخده في الوحده الاولى برضو لما كان عندنا المواصلات، عندنا البلاد، عندنا الاماكن، لما كان فيرب ايمي موجود كنا بنيجي نستخدمه، الاستخدام الاساسي بتاعه انه لازم يجي بعده أدوات معرفة. طب قول لي كده يا محمد، مين بقى الجروب بتاع إيمي ده؟ مين صحابه التانيين اللي احنا بنسميهم لفيرب دي سانتيمو، أفعال المشاعر؟ مين هم يا بطل؟ إيمي، ها افتح المايك خليك سريع معايا، أو أنا اللي قافلاه، معلش أنا اللي كنت قافلاه عليه. طيب قول لي كده أفعال المشاعر إيمي ومين؟ ميت غوستي ديتستي، ومين كمان؟ ها ويفضل ويعشق، مش عارفه الصوت عندك مش مظبوط يا محمد، بغي في غي وادو غي. تمام، شكرا يا محمد. يبقى انا عندي افعال المشاعر يحب ويكره ويفضل ويعشق، ايمي دو تيستي بغي في غي ادو غي، دول كده على طول ثابتين على موقفهم وانا شخصيا بحبهم جدا. الافعال دي لازم يجي بعدها لو، لا، إلا بوستوف، وليه؟ تمام. طب يلا نشوف كده عملوا إيه في الفيرب دول، في الأفعال دي. هنا لما جت بتقول له إنه يكون بستيل، الفار بتاعي. تيم لغة، هل أنت بتحب الفئران؟ ده فيرب إيمي برضو أخد أداة معرفة، وغا هنا جاية لي جنب. طيب أمال إيه مس هل أنت؟ أنا مش شايف كلمة هل. لا تعالى ورايا بقى وانا اوري لك كلمة هل دي فين بالظبط.
أنا عندي نوعية أسئلة في الفرنسي بيكون اسمه استفهام بهل من غير كلمة هل. فاكر يا محمد كان اسمها إيه؟ كانت طريقة الإيه الاستفهام بهل؟ اسمها طريقة إيه يا محمد؟ لا طريقة إيه؟ لا بالظبط كده، طريقة اللهجة. معلش أنا قفلت المايك غصب عني. طيب إيه بقى طريقة اللهجة دي؟ ما بلاقيش أداة استفهام خالص، بلاقي السؤال دايما بادئ لي بتو أو بادئ لي بفو أو بادئ لي بإيل أو إل أو إيلافك إس أو إيلافك إس. إيه ده؟ وفي أسئلة بتبدأ بضمير؟ آه دي كده الوحيدة اللي بتبدأ بضمير، اللي هو بنسميه الاستفهام بهل. ازاي؟ بطريقة اللهجة. يعني المفروض مثلا أنا لما باجي أسأل سؤال بهل، المفروض أقول كده، أستخدم أداة الاستفهام هل نفسها، اسك تو يا ان ليفر، هل لديك كتاب. طب أنا ممكن أستغنى عن اسك على فكرة يا ميس، وأكتب على طول تو يا ان ليفر. ينفع؟ ايوه يا ميس ينفع. طريقه اللهجه، انت معاك كتاب. السؤال بهل اصلا في العربي لما باجي اجاوب عليه بجاوب عليه بايه؟ يا اما نعم او لا. نفس الفكره في الفرنسي، بجاوب عليه يا اما بوي او نو. طب انا عايزه اجاوب بوي، هقول كده وي جي ان ليفر، نعم انا معي كتاب. وممكن اقول لك نو جي انتغوس، لا ده انا معايا المقلمه بس. انا كده جاوبت مره بيو ومره بنو. تاني، ايه الفرق بين السؤال باسك، كلمه اسك موجوده هل، وايه الفرق بين طريقه اللهجه؟ الفكره كلها ان اسك بتبقى موجوده فالسؤال واضح جدا ان السؤال بهل، لكن الطريقه التانيه دي سؤال بهل برضو بجاوب عليه بوي او نو، بس ما بكونش كاتبه اداه الاستفهام اسك. امال يا مسي ده يبقى استفهام ازاي؟ اسمها طريقة اللهجة، طريقة لهجتي وأنا بسألك السؤال أنت عرفت على طول يا إما هتجاوب بنعم أو لا، من غير ما أقول لك كلمة هل. يعني لو جيت قلت لك كده فوزافي أو فوزم فوزيمي، أنتم بتحبون ليغا؟ هل أنتم بتحبوا الفيران؟ يوي، إيه اللي عرفك إن هو ده سؤال بهل؟ عشان بادئ بفو، عشان بادئ بضمير، عشان ما فيش أداة استفهام خالص. طريقة اللهجة العلامة بتاعته واضحة وقوية جدا. إيه هي بقى؟ إن أنا هلاقي يا مس بادئ بالضمير تو، بأنت أو بادئ بفو أو إيل أو إل أو إلا فيك إس أو إلا فيك إس. لا إله إلا الله. تمام؟ طيب لما نرجع للولد والبنت دول كانوا بيتكلموا، فكان غطافية بتقول له تيم لغا، اه ده سؤال بهل، ايه اللي عرفنا؟ بادئ بتو، بادئ بالضمير تو. فبص اليكس لما جه يجاوب بتساله سؤال غريب، انت بتحب الفئران؟ لا وي، ورجع لها نو لا، ايوه لا ما بحبهاش. سالته سؤال تاني، قالت له كيسكو تيم، ماذا انت تحب؟ امال انت بتحب ايه يا استاذ اليكس؟ قال لها جيم لي شا لي شيا جيم لي كل. قول لي كده يا محمد، الفيرب اللي موجود ده فيرب ايه وبياخد دايما بعده ادوات ايه؟ فيرب ايه ده يا بابا؟ نعم ايمي، وايمي دايما بياخد بعده ادوات ايه؟ اللو واللو واللي والإلى بص برافو، اللي هي اللي ضغطيك لديفيني ادوات المعرفه. فعلا يا ميس، ده هنا بص يا محمد كاتب لي جيب لي شا، عشان لي شا هنا القطط جاي جنب، لي شيا الكلاب جاي جنب، لي كل الا بوستوك عشان مفرد بادئ بفاين. فعلا فيرب ايمي كل شويه ياكد لي انه بياخد ادوات معرفه هو بس. لو الجروب بتاعه الشله بتاعته صحابه دول افعال المشاعر ايمي دو تستي بريفيري ادوري، صحاب دول جدا.
ماشي يا مس، نكمل بقى. غطفية بقى اصلا مش شاطره وما بتحبش المدرسه وما بتذاكرش، ملناش دعوه بيها. فمستغربه قوي ان اليكس بيقول لها انه بيحب المدرسه، قالت له ليه كل المدرسه؟ طب وايه يعني يا بنتي ما يحب المدرسه؟ ليشيا الكلاب. طب وايه يعني يا بنتي؟ بيخ متضايقه، ده كده تعبير ان هي متضايقه. فيان بيستيل، فاكر يا محمد فيا؟ فيا ده فيرب فينير اللي هو ياتي، اللي كان بيدخل علينا بالمصفى على الرشاش في الوحده الاولى، كان بيدخل بحرف الدي ومشتقاتها، الدو والدولا والدلا بوستغوف والدي. فبتقول له فيام بستيل يعني ياتي، بتقول له تعالى، ائتي تعالى يا بستيل، مش عاجبها الكلام. تمام، هنوقف لغايه الجزء ده، والجزء الثاني هنكمله الحصه الجايه، لان الجزء ده كله اليغ للقراءه فقط. لو بدأنا ندخل في الوحدة الثامنة اللي هي فيها صيغة الأمر، قبل ما نشرح صيغة الأمر عايزين نشرح أفعال كده نوعها جديد شوية ومختلف شوية وطريقة تصريفاته فيها تكة زيادة شوية، زي الفيرب ده. الوحدة بتاعتنا عنوانها، أو الوحدة الجديدة اللي هي الأونيتي ويت، الوحدة الثامنة عنوانها دو بيشتوا. إيه دو بيشتوا ده؟ فيرب إيه ده؟ ده الفيرب اللي انا هشرحه دلوقتي، هدي عليه كده الاكزامبل الاولاني اللي هو فيرب سو دوبوشي. ماله الفيرب ده؟ الفيرب ده معناه يسرع. ماشي يا ميس، انا شايف ان هو فيرب عادي مجموعه اولى. فعلا هو مجموعه اولى ومنتهي بالاو ار. طب ما صرفه عادي يا ميس. لا، هو الفعل ده مش هيصرف كده مع الضمائر العاديه وبس. ليه؟ لانه بادئ بسو. طب وايه يعني؟ لا، صحصح لي بقى. لما بيكون في فيرب بادئ بكلمه سو وبعدين جايب بعده الفيرب كده، او حتى بادئ بقصه بوستغوف، الافعال دي بنسميها فيرب برومينو. يعني ايه؟ يعني افعال ذو ضميرين. ضميرين ايه مثلا؟ انا عارف الضمائر دهيت اللي هي كده بالظبط، انا هقولها لحضرتك، اللي هو الضمير جو وتو وإيل وإل وأم. طبعا الثلاثة التوأم دول بيبقوا واقفين جنب بعض. وعارف جدا الضمير نو، وعارف فو، وعارف إلافك إس وإلافك إس. تمام، ما احنا محتاجين. أمال ليه يعني ضميرين؟ هقول لك ليه يا دكتور. الأفعال دي فقط اللي بنعمل معاها الحركة دي. أول ما أشوف فيرب بادئ بسو أو إس أبوستغف، هستعد إن أنا هزود ضمير بعد الضمير، ضمير بعد الضمير، ضمير بعد الضمير وانا ماشي. الجو بتقول لي بص يا ميس، انا السو دي مش لايقه عليا خالص، انا ما بحبش حرف الاس. طب عايزه ايه يا جو؟ انا هاخد بدلها مو، يعني هتحولي السو الى مو معاكي. ايوه. طب والفيرب عادي يا ميس، ده محمد يصرف، ده مجموعه اولى عادي خالص، بشيل الاو اف واحط الاو. ماشي يا جو، انا موافقه. تاني، يبقى الفيرب ده ماله؟ ذو ضميرين لانه بادئ بسو، وفي افعال هتبدا بقصه بوستغوف لان بس الفيرب بيكون بادئ بحرف فويل. طب لما باجي اصرفها كاتبه الضمير جو بتاعي عادي خالص. طب ايه اللي هيزيد يا ميس غير انه مجموعه اولى وان انا هحذف الاو اغ واحط الاو؟ اللي هيزيد يا دكتور ان انت في ضمير كمان، السو بتتحول الى م مع الضمير جو. تمام، اللي بالهايلايتر ده هو الايه اللي هنركز فيه بزياده شويه، الباقي ده كله احنا عارفينه، بنشيل الاو اغ ونحط الاو. طب الضمير تو؟ قال لي لا، انا بادئ بحرف التي وبحب قوي حرف التي، فانا هاخد الشكل ده، هاخد تي تي يعني الضمير الاساسي تو وهنا تو. طب والنهايه يا محمد هتكون ايه مع الضمير تو؟ قول لي كده، نهايه المجموعه الاولى تاخد ايه الضمير تو؟ بسرعه شويه. هاي يقف بابا، يو اس، بالظبط كده. يبقى الضمير تو كل اللي عمله اخد نهايه المجموعه الاولى عادي خالص، بس كل اللي زوده، اه تعالى انت بادئ لي بس، انا هحولك الى تو. ماشي، حد كده؟ تمام. طب جينا مع ال وال وقلن المكرين. ليه يا مس حضرتك تقول عليهم مكرين ليه؟ لانه قالوا لا، احنا هناخد نفس السو بتاعت المصدر. ماشي، اتفضلوا السو، وبياخدوا النهايه ايه يا محمد؟ ال وال وقلن في المجموعه الاولى. ها، نفس الجو. برافو، جميل، نفس الجو يعني النهايه الاو، بالظبط كده. تمام، احنا كده ماشيين. تمام، الفيرب عادي، ما غيرناش القاعده، مجموعه اولى بس زودنا له ضمير. اه صح يا ميس، ما حضرتك قلتي ان الفعل ده بيكون ذو ضميرين، الضمير جو مع ضمير، الضمير تو مع ضمير، ايل او ال او اون ومعاهم ضمير.
طب ندخل على النو، بص المفاجأة بتاعت النو، بتاخد نو زيها. يعني اكتب نو نو، ايوه، ولو ما كتبناش نو نو ننقص درجة، لان هي مش نو واحدة، هما اتنين نو. وبعدين اصرف الفيرب، النو بتاخد نهاية ايه يا محمد في المجموعة الاولى بسرعة. برافو، جميل. طب خليك فاتح لي المايك. الفو هتاخد فو زيها كمان. طب والنهاية بتاعت الفو في المجموعة الأولى يا بطل؟ وزد جميل، عسل، برافو. طب إيه لافك إس وإيه لافك إس؟ طلعوا مكرين يا محمد زي دول، يعني هياخدوا سو زي المصدر. أه، طب وبياخدوا النهاية إيه في المجموعة الأولى؟ ايه انت إيه أنت، جميل، تخبيا، شكرا يا محمد. ممكن تقفل المايك. فعلا يا مس، ده احنا صرخناه عادي، مجموعة أولى عادي خالص، بس ده فعل عادي. لا يا مس، ده ذو ضميرين، ذو ضميرين، ضمير وضمير. اهو نرتب بقى وننسق كده، انت عارف الميس بتاعتك منظمه شويه. اهو اشوف كده ايه اللي زاد علينا، غير ان انا بشيل الاو ال او بصرف اي فيرب مجموعه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه. كل اللي زاد علينا ان احنا زودنا ضمير. طب يلا نشوف كده الضمائر اللي زودناها. انا عندي اول حاجه الجو بتاخد م، وبعدين تصرف في الفيرب عادي. التيو بتاخد ت وتصرف عادي. ال وال قوم بياخدوا س. الله، دول واخدين زي المصدر، مكرين شويه. قالوا لا احنا ناخد نهاية الجوع عادي، بس ناخد سو زي المصدر. النو بتاخد نو زيها. الفو بتاخد فو زيها. اي لافك اس واي لافك اس بتاخد سو زي المصدر. يبقى مين اللي اخد سو زي المصدر؟ ال وال وان واي لافك اس واي لافك اس بياخدوا سو بتاعت المصدر. طب والنهايات عادي يا ميس، عادي خالص. نهايات المجموعة الاولى الجو بتاخد الو اللي انت قلتها لي، والتي بتاخد او اس. ال و ال و اون بياخدوا او، النو بتاخد او ان اس، الفو بتاخد او زد، اي لافك اس و اي لافك اس بتاخد او ان تي. المقطع اللي احنا ما بنطقوش خالص في الفيرب، ما بنطقوش. يعني انا اقول ال سو دو بيش، ال سو دو بيش، بقف عند الاش. طب يا مس انا متشوق كده اشوف الاس ابوستوف. حاضر، بس كده اجيب فيرب بادئ باس ابوستوف زي الفيرب ده. لو جبنا فيرب زي ده، الفيرب ده عادي؟ لا مش عادي، هو بدأ باس ابوستروف، يبقى بغومينو. اهي كلمه بغومينو اللي هو فعل ذو ضميرين. بغونيمو، انا تتغلط، بغونيمو فعل ذو ضميرين. طيب الافعال دي بعمل بيها ايه؟ عادي، بس لو مجموعه اولى بديها نهايه المجموعه الاولى عادي خالص. طيب ايه اللي هيفرق معانا؟ ما دام في ضمير يبقى انا هزود ضمير بعد الجو، بعد التو، بعد اي ضمير قدام. طيب ليه اصلا يا مس ما اتكتبتش سو عاديه واتكتبت السابوستو؟ لان حرف القش احنا بنعامله كانه فويل، ماشي. فانا لما جيت هنا كده اصرف الفيرب، انا عارف ان الجي يا مس بتاخد م، لا هتتحول الى اما بوستوف. جو ما بي، جو ما بي، يعني انا البس او انا ارتدي. تيوتا بي، الله، برضو ده تي اتحولت لتو ابوستروف. ليه يا محمد؟ ليه ما كتبناش تو كده؟ ها افتح لي المايك، خليك سريع معايا. ليه ما كتبناش تو، كتبنا تو ابوستروف اهو؟ عشان عشان مش سامعاك كويس، عشان الايه اللي بعديها فايلت بالظبط؟ عشان حرف القش يا مس ما بنحطش قدامه حرف متحرك وبنحولها لتو ابوستروف، تمام. وبرضو ال وال وان طبعا طبعا بياخدوا الاس ابوستروف. طيب النو مالكش دعوه باللي تحت ده، ده لسه هيتشرح، ده زمن تاني، خلينا في الجداول العاديه دي. ده كده هنكتبه دلوقتي مش عايزين. طيب النو تاخد نو زيها وتاخد النهايه الاو ان اس. ايه في المايك حبيبي؟ الفو بتاخد فو زيها وتاخد النهايه الاو زد. اي لافت اس واي لافت اس بياخدوا اس ابوستروف برضه، لان حرف القش لسه موجود معانا وبياخدوا النهايه دلوقتي. وادي ستوبشي اللي احنا شرحناه من شويه. اه يعني هي دي فكره الافعال الضميريه او الافعال ذو الضميرين، اللي هي بغونيمو. اه يا ميس، لفيرب بغونيمو الافعال ذو الضميرين، يعني مش بس بكتب الجو واصرف، لا الجو تاخد مو، تي تاخد، تحاول تحفظ ان انا هجيب فيرب دلوقتي وانت اللي هتصرف. احفظ الضمائر اللي قدام كل ضمير، الجو بتاخد مو، تي بتاخد تو، ال وال وان بياخدوا سو زي المصدر. اه النو بتاخد نو زيها، الفو بتاخد فو زيها، اي لافك اس واي لافك اس بياخدوا سو زي المصدر. هقفل الريكورد كده واجيب فيرب وانت تصرفه.
هنجيب الفيرب ده يا محمد كاكزامبل كده، عايزك انت اللي تعمله بقى. ده معناه يغتسل. يلا مع الجو يا دكتور. مع جي هتبقى مي اللي هي ام اي ليه؟ ايوه، والفيرب ياخد نهايه. اي برافو، جيمي لاف. طب الضمير تو، يلا بياخد تي اي تي اللي هي تي اي بالانجلش، ماشي، وياخد نهايه. اي اس برافو. طيب ال وال وقلن المكرين، قصدي التوأم، بياخدوا ايه؟ اس اي اه دول طلعوا مكرين، بياخدوا الضمير بتاع المصدر نفسه، بياخدوا نهايه. ايه يا محمد؟ نفس الجو نفس الجو، نهايه الاو. طيب الحاجه نو بتاخد ايه؟ نفسها بتاخد نو زيها بالظبط وتاخد نهايه. او ان اس جميل، برافو. طب الحاجه فو، نفسها تاخد فو زيها وتاخد نهايه. او زد وزد، جميل. طيب ايه لافك اس وايه لافك اس؟ هياخدوا اس اي ده طلع مكرين برضو زي المفرد، مكرين بياخدوا بتاعت المصدر وبياخدوا نهايه. اي ان تي برافو، او ان تي. جميل، يلا ننسقها وننظمها. جيمي لاف، توتي لاف، ال ال اون، سو لاف. واخدين سو زي المصدر؟ ايوه زيه بالظبط. نو نو لافو، فو فو لافي، ال سو لاف، ال سو لاف. اظن مفيش اسهل من كده. البوكلت بتاعنا مليان افعال ذو ضميرين، عادي، اهلا وسهلا. مش انت مجموعه اولى؟ خلاص انا مطمن، انا اللي يهمني المجموعه الاولى، هي اللي بتريحني اكتر في الحفظ. ما بحفظش كمان يا مس، انا حفظت النهايات خلاص، لكن لما صحصح الاقي الفيرب بادئ بسو اهم، يبقى خلاص ده فاعل بغوني مو ذو ضميرين. يعني ايه؟ يعني بدل ما اكتب جو واصرف، لا هكتب جو مو تيتو ال ال انسو او السابوستوف. نونو فوفو الى فيك اس والى فيك اس بيفوسو اهو، وده كمان معاهم. في حاجه تانية اهو اللي احنا كنا معلمين عليه اهو، تمام كده؟ طيب